بهذا الفيديو رح أحكي عن كيف درست ونجحت من أول مرة بمعدل عالي، وأكيد بهذا الفيديو رح يكون في تطبيقات للتليفون كتير مهمة وأنا شخصياً بستعملها وكتير فادتني ورح تفيدكم. Also, wir fangen sofort an. بامتحان الـ B1 في عنا أربع أقسام: Hören, السمع، Lesen, القراءة، Schreiben, الكتابة، وآخر شي في عنا Sprechen، يعني الحكي. وهلأ رح نبدأ بأول جزء هو الـ Hören. بالامتحان رح نسمع، ممكن يكون إعلان قصير، ممكن يكون محادثة بين شخصين، ممكن يكون بالمطار، ممكن يكون بالمحطة، ممكن يكون بالتعاونية، ممكن يكون بأي مكان. المهم إنه نحن لازم نجاوب على هيدا الشيء اللي عم نسمعه. ممكن يكون في عنا مثلاً 3 احتمالات ولازم نختار مثلاً واحدة منهم تكون هي الإجابة الصحيحة، أو ممكن يكون صح وغلط يعني. طيب هلأ السؤال المهم، أنا كيف درست للامتحان بجزء الهوغن؟ أوكي، كتير سهل. شو كنت أعمل؟ كنت فوت على اليوتيوب اكتب B1 هوغن ولا هوغن B1، رح يطلع عندكم كتير نماذج حتساعدكم لحتى تطوروا السمع عندكم بشكل كتير كتير منيح. أوكي، شو حنعمل؟ حنجيب ورقة وقلم ونشغل أول فيديو ونحط بكل قسم نسمعه الإجابة. والحلو بهذا الموضوع حيكون بآخر الفيديو موجود الحل، فمن بعد ما نسمع كل الفيديو أكيد حنكون عم نكتب الإجابة الصحيحة، بآخر الفيديو حنشوف شو حلينا صح أو غلط. وبنصحكم إذا كان في عندكم كتير أخطاء حاولوا رجعوا اسمعوا الفيديو وحلوه مرة تانية لحد ما تحسوا إنه مستواكم صار منيح بالفيديو. وطبعاً بس تخلصوا ممكن ترجعوا تعملوا فيديو تاني وتالت لحتى وقت الامتحان، فلحد ما يجي الامتحان رح تحسوا انه كتير سهل وحتحلوا الامتحان بكل بساطة وما حتحسوا انه هذا الشيء جديد عليكم. وهلأ رح اعطيكم نصيحة كتير مهمة وفادتني كتير، يلي هي انه بحاول قد ما فيي كل يوم اسمع اخبار برامج على التيفي على اليوتيوب. مهم حط نص ساعة أو ساعة اسمع فيها شيء باللغة الألمانية. ممكن إذا بتحبوا في عندكم برنامج اسمه نتفليكس، بهذا البرنامج رح تلاقوا أفلام، يعني بكل أفلام بتحبوها، ممكن يكون للصغار للكبار، برامج مسلسلات، فيكن تفوتوا على هذا الفيديو وتحضروا تحطوا السمع بالألماني وممكن تحطوا الترجمة بالعربي، وصدقوني هيدا الشيء كتير حيفيدكم وحيطور السمع وحتى الحكي وحتى كل اللغة الألمانية عندكم بشكل كتير ملحوظ. وهلأ حنبدأ بتاني قسم هو الليزن. بالامتحان حيكون في عنا مثل مقاطع صغيرة وحيكون في عنا أسئلة ولازم نجاوب عليها. أوكي، أنا كيف درست لامتحان بالنسبة لموضوع الليزن؟ كنت فوت كمان على اليوتيوب واكتب ليزن B1، حيطلع عندكم كتير نماذج مع الحل بالآخر. لازم تتمرنوا كل يوم كرمال بالامتحان تقدروا تحلوا بكل بساطة. وبامتحان الليزن كتير مهم انه نكون نعرف كل القواعد للبيانس. ممكن زوم بايشبيل ضياء عبد الله، استاذ ضياء عبد الله، ممكن يفيدكم كتير. ممكن تفوتوا على اليوتيوب تشوفوا الفيديو اللي عنده، تحاولوا تفهموا القواعد، ما ضروري تحفظوهم، المهم تعرفوا كيف انه تطبقوهم، كتير مهم. وتاني شيء كتير مهم تعرفوا الفيربن مع الاحرف الجر اللي إلها، كتير مهم هول كمان تاخدوا فكرة عنهم، لانه بالليزن كتير حيمرق معكم بالنسبة لهيدي الاقسام. وانا اكيد رح حطلكم بصندوق الوصف نماذج واشياء كتير حتفيدكم بكل قسم. وأنا كمان بآخر الفيديو رح أعطيكم تطبيقات للتليفون بتنزلوها وكتير رح تفيدكم لحتى تقووا اللغة عندكم، يعني ويفيدكم كتير حتى بالامتحان. فانتروا لآخر الفيديو كرمال تشوفوا التطبيقات الكتير مهمة وحتفيدكم. وتالت جزء حيكون معنا هو جزء الشغايبن.
بهيدا الجزء لازم نكتب رسالة أو إيميل. طبعاً بالامتحان حيجي عنا رسالة أو إيميل، لازم نختار واحدة منهم، أكيد ما حنختار الاثنين، حنختار واحدة منهم. بنقرا الاثنين ونختار أي اللي بنقدر نحلها بشكل أفضل لإلنا. فأنا كيف درست لموضوع الشغايبن؟ كل يلي عملته إنه كتبت حوالي 40 رسالة أو إيميل، وكل شيء كان بموضوع مختلف. مثلا كتبت شكاوي، كتبت دعوات، كتبت مثلا مساعدة صديق، كتبت في كتير اشياء. وانا بالاخر الفيديو حاعطيكم برنامج بتنزلوه على التليفون انا هو اللي درست منه، وكتير كتير كتير ساعدني لحتى اكتب بطريقة ممتازة. فانتروا لاخر الفيديو وحتشوفوا البرنامج شو حيكون. وبالنسبة لموضوع ليش غايبن الرسالة أو الإيميل، كتير مهم إنه نركز على أساسيات الكتابة الرسالة أو الإيميل. طبعاً فيكن تفوتوا على اليوتيوب وتكتبوا أساسيات كتابة الإيميل أو الرسالة، هيطلع لكم كتير فيديو مع شرح، حاولوا قد ما فيكن ركزوا عليهم، وبالامتحان لازم تكتبوهم. وآخر قسم حيكون في عنا هو قسم الإشبريشن، يعني المحادثة. هو مكون من 3 أقسام. أول قسم حيكون في عنا هو زيش فاشتلن، لازم نعرف عن حالنا، شو اسمنا، من وين نحنا، شو عم نعمل، اللي عم نتعلم ألماني، شو هواياتنا، وكتير إشي ممكن نعرفه عن حالنا. وممكن بالامتحان يكون في معكم رفيق تحكوا أنت وياه، مثلا تسألوا من وين أنت وتجاوب والعكس صحيح، أو ممكن تكون أنت واللي عم يمتحنك تعملوا امتحان مع بعض، ممكن بس يسألك عرفني عن حالك وأنت هتجاوب بشكل عام أنا شو اسمي ومن وين يعني لازم تكون مهيأ، يا أما تكون مع رفيق أو تكون مع الممتحن. وأنا بالامتحان لحسن حظي كنت مع الممتحن، ما إجا مع رفيق لأنه بعتقد أنه الرفيق اللي كان لازم يكون معي ما كان موجود، فامتحنت مع الاستاذ اللي عم يمتحنني، والحمد لله جبت علامه كتير عاليه، تقريبا جبت علامه كلها يعني 100 على 100. وطبعا هذا الشيء بسبب انه تمرنت كتير، وانا عملت زيش فاشترن على قناتي، ممكن تروحوا تشوفوا الفيديو وتستفيدوا منه. اعطيكم نصيحه كتير مهمه بالنسبه لموضوع تعريف النفس، كتير مهم انه أبداً ما تذكروا شو اسم الشارع يلي أنتوا ساكنين فيه أو رقم الهاتف. ليه؟ لأنه الممتحن أبداً ما بهمه أنه أنت تعطيه معلومات خاصة عنك. فنصيحة مني أبداً ما تذكروا اسم الشارع ورقم التليفون ومعلومات خاصة عنكم. وتاني جزء بامتحان الإشبريشن حيكون في عنا وصف الصورة. أنا شخصياً بالامتحان إجا صورة عن معلمة بالصف وفي طلاب رافعين ايديهم بدون يجاوبوا، فوصفت بالصورة. مش لازم ابدا توصفوا بشكل كتير، اوصفوا بس يلي بتعرفوه بشكل بسيط، وبعدين فورا انتقلوا لموضوع الصورة. مثلا اعطوا رأيكم بالصورة، اعطوا كيف هيدا الشي عندكم ببلدكم. مثلا انا لاحظت انه بالصورة كانوا الطلاب لابسين تياب عاديين، ما لابسين مرايل خاصة. فأنا يلي عملته إنه حكيت عن هيدا الموضوع، قلت إنه أنا بفضل إنه الأولاد إنه يلبسوا مرايل خاصة، لأنه هيدا الشيء بخفف من التنمر. وبتعرفوا أنتم مثلاً إذا كانت واحدة لابسة تياب مش كتير حلوين، ممكن تجي رفيقة تقلها أوه شوفي هيدا التياب ما حلوين، وهيدا الشيء حيعمل كتير تنمر بالمدرسة وحالات خاصة منا كتير مناسبة أبداً. فممكن تحكوا عن اي شيء ببالكم، وحاولوا قد ما فيكم احكوا يلي بتعرفوه، يلي ما بتعرفوه ما تحكوا عنه ابدا. مثلا بالصوره شفتوا مثلا لوحه ونسيتوا الارتيكل مثلا داس بيلد، فتحكوا احكوا عن اي شيء بتعرفوه بس، وما تتوتروا لانه الاستاذ بس بهمه يشوف انت اذا عم تعرف تعبر عن الصوره، تعبر عن رايك. وعلى فكره انه هو بيهتم اكثر شو رأيك بالموضوع وكيف هيدا الشي ببلدك. كتير مهم انه يكون عندكم فكرة كيف تحكوا عن كل شي. وهلأ رح اعطيكم نصيحة كيف انا قدرت
أحكي عن وصف الصورة وهذا الجزء بشكل عام. أوكي، خلينا نتخيل إنه في عنا صورة بنت عم تركض. يلا علينا نعمله إنه نحكي بهيدي الصورة في كم شخص، شو لبسين، كيف شكلهم، قد بتحطوا لهم عمر، وين هن، شو عم يعملوا، أي شيء ممكن تحكيه. وإذا وصلت لمرحلة إنه ما عاد في شيء تحكي عنه أو ما عاد تلاحظ شيء بالصورة، فورا تنتقل لشو رأيك، شو رأيك مثلا بالسبور، ليش مهم الواحد يعمل رياضة، كيف هذا الشيء عندك ببلدك. بس يعني هو ما حيكون في عندك كتير وقت لتقعد تحكي كتير، حيكون في وقت قصير، وبهذا الوقت حاول قد ما فيك أعطي اللي عندك كرمال تاخد علامة عالية. وثالث جزء من قسم الاشبريشن حيكون في عنا جيمينزم ادفاس بلانن. بهيدا القسم لازم نحكي عن خطة معينة، ممكن يكون انه نحكي هيدا الشيء مع رفيق او ممكن يكون مع الممتحن. فشو لازم نحكي بهيدا الموضوع؟ ممكن يجي بالامتحان تخطيط مثلا زيارة صديق بالمستشفى، او ممكن يكون تخطيط لرحلة، او ممكن يكون ندرس مع بعض، فممكن يجي كذا موضوع. ف بالامتحان يلي انا عملته اجا انه لازم مثلا نحكي عن بيكنيك مع الكورس، ف يلي اجا انه لازم نحكي مثلا وين، ايمتى، شو لازم ناخد معنا، كيف منروح، وهيدي الاشياء كلها. وبالعادة بالامتحان بيكون عنا نفس الاسئلة، مثلا اذا كان عنا رحلة حيكون نفس الاسئلة، اذا كان زيارة صديق كمان حيكون نفس الاسئلة. فنحن شو فينا نعمل بهذا الموضوع؟ فينا مثلا نحفظ باللغة الألمانية مثلا كيف بنقول، كيف فينا نروح، بشو فينا نروح، شو فينا ناخد معنا، يعني الأسئلة يلي ممكن نستعملها بهذا الموضوع. أو ممكن كمان نحفظ كمان الأجوبة، مثلا شو فينا ناخد معنا. ممكن تحطوا هيك أفكار براسكم كرمال بالامتحان ما تاخدوا كتير وقت أنتوا عم بتفكروا، ويكون في عندكم إنه الشي براسكم تقدروا تحكوه من قبل. فالمهم بهذا الموضوع انه رح اعطيكم مثل هلا شو فينا نعمل. مثلا انه كيف فينا نقول بشو فينا نروح، فينا نقول مثلا vomit sollen wir fahren، والجواب مثلا يكون ich habe ein auto und ich kann dich abholen. ich habe ein auto und ich kann dich abholen. ف هيدا الشيء كتير حيساعدنا لحتى نحكي بطريقة كتير سريعة ونقدر نخلص بوقت كتير قصير وناخد علامة كتير عالية. وهلأ رح نحكي عن قسم التطبيقات. طبعاً هيدا القسم أنا كتير بحبه وعطول بحب إنه لاقي تطبيقات على التليفون تقدر تساعدني لحتى أتعلم اللغة الألمانية. ورح نبدأ هلأ بأول تطبيق. التطبيق الأول اسمه المكتبة الألمانية. طبعا هيدا التطبيق كتير حيفيدكم، رح تلاقوا فيه كتير رسائل، حتلاقوا فيه كتير نماذج، كتير كتب، كتير اشي حتفيدكم ولكل المستويات. فبتمنى انه تنزلوه وتعطوني رأيكم فيه. وتاني برنامج حيكون معنا هو امتحانات اللغة الألمانية. هيدا التطبيق رح يقدر يساعدكم انه تحلوا امتحانات فيه، يعني حتلاقوا موجود قواعد امتحانات، حتلاقوا اي شيء لحتى يساعدكم باللغة الألمانية، حتى ممكن تلاقوا اقوال وامثلة واشياء كتير. فبتمنى كمان انه تجربوه. وثالث تطبيق حيكون في معنا تطبيق كتير مهم وانا كتير بحبه، هو تطبيق داغ دي داس. هذا التطبيق كتير فادني وخلاني حل مشكلة الارتيكل. طبعا هلا حفرجيكم كيف نقدر نستعمله. اول شيء حيكون في عنا مثل كذا شيء عن كل المحتويات، مثلا الاكل، العيلة، الرياضة، كل شيء بتحتاجوه. وجوات كل ملف حيكون فيه مثلا العيلة، حتفوتوا حتلاقوا مثلا بيقول لك مثلا كنت، وانت بحط لك تحت مثلا داغ دي داس، ولازم تختار الاجابة الصحيحة. مثلا كنت داس كنت، تختار وبيقول لك صح. اذا اخترت شيء غلط طبعا حيقول لك هيدا الشيء غلط لحد ما تلاقي الاجابة الصحيحة. وطبعا بهيدا البرنامج اذا كل يوم نعمل ولو 10 دقايق او 5 دقايق كتير حيفيدكم،
هتتطوروا بشكل كتير ملحوظ وما كتير حتواجهوا بعض المشاكل مع الارتيكل. وهلأ رح ننتقل لبرنامج اسمه عمالق اللغة الألمانية. بهذا البرنامج رح تقدروا كمان تطوروا اللغة اللي إلكن، حيكون مقسم مثلا A1, A2, B1، حيكون بكل وحدة كيف تقدروا تدرسوا، يعني مثلا كيف تعرفوا عن حالكم، الأرقام حسب المستوى. يعني مثلا هون حيكون في عنا الأفعال وشو بنقدر، مثلا القواعد تساعدنا. وبهيدي الابليكيشن كمان في حيكون مثلا تقدروا تحكوا مع حدا تاني، يعني تطوروا اللغة اللي إلكن انه عن طريق المحادثات مع اشخاص مع عالم تاني. فكمان بنصحكم كتير انه تستعملوا هيدي الابليكيشن، وحيكون فيها كمان مثل تحديات ويعني لازم تجربوها لحتى تكتشفوها لوحدكم. وهلأ مع اخر تطبيق، وهيدا التطبيق فعليا كتير كتير مهم وكتير فادنا. هذا التطبيق هتلاقوا فيه لكل الأقسام، مثلاً أنتوا هتختاروا هلأ الـ B-Eyes وهتفوتوا هتلاقوا عن كل شيء، قراءة، كتابة، هتلاقوا كيف تكتبوا رسائل، محادثات، لكل المواضيع اللي هتجي حل بالامتحان. وبنفس الوقت هتلاقوا فيه أفعال، صفات، جمل، كله مقسم حسب المستوى. فهيدي البرنامج انا كتير كتير بنصحكم انه تنزلوها وتبلشوا تدرسوا منها، حتى حتلاقوا كمان لوصف الصورة لأي شيء بدكن اياه. Also, das ist alles für heute. بتمنى انه يكون الفيديو عجبكم، واذا عندكم اي سؤال اكتبوا لي بالتعليقات وانا اكيد حجاوب عليكم. واكيد ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. بتمنى لكم التوفيق. Ciao!